فضولة فارس كان معنا قبل أيام عضو الكنيسة العربي أحمد الطيبي، سألته سؤال، قلت له هل نضجت الأمور بين فتح وحماس للجلوس على طاولة والخروج بإنهاء لهذا الانقسام؟ أجابني الإجابة الواضحة بأن الأمور يعني لم تنضج بعد. أنت برأيك هل نضجت الأمور أم لم تنضج بعد، وبالتالي لقاء موسكو لربما سوف يكون كسلفه من اللقاءات التي لم تأتي إلا بفشل بعد فشل؟ لا يفترض يعني أخذه ما إذا كانت نضجت أو لم تنضج الظروف، بقدر ما أن يكون النظر إليه مقدار حاجة الشعب الفلسطيني لاستجماع كل طاقاته وكل قواه أن يبلور برنامجا سياسيا كفاحيا متناغما منسجما نتلاقى من خلاله على توافقات الحد الأدنى، ما يمكن أن يجمع كل أبناء الشعب الفلسطيني، خصوصا أننا في تحدي كبير في مواجهة احتلال عنصري فاشي حاول هو رغم الانقسامات العميقة والتصدعات في المجتمع الإسرائيلي في مناخات وأجواء الحرب أن يبدو وأن يظهر موحدا متحدا. طبعا نحن لسنا يعني بصدد تقليد الاحتلال في أن نكون موحدين، بل دائما كانت الحاجة إلى يعني عمل جماعي يستند إلى رؤية مشتركة، إلى استراتيجية مشتركة، وبناء عليه دائما كانت هناك حاجة كبرى لدى الشعب الفلسطيني، وكان هناك إجماع وطني فلسطيني، إجماع شعبي أقصد، من أجل تحقيق مصالحة تقود لبرنامج موحد وإلى إعادة بناء نظام سياسي فلسطيني يعني يعكس الخارطة السياسية في فلسطين. لكن هذا تعثر لعوامل كثيرة وأسباب كثيرة لسنا بمعرض ذكرها. أستنتج وأقول أن الحاجة قائمة، بالعكس نحن وفي ضوء حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا صرنا وبتنا أكثر حاجة أن نبلور صيغة تقودنا إلى عمل جماعي يستند إلى قراءة مشتركة، إلى رؤية مشتركة، إلى خطة عمل مشتركة تمكننا من مواجهة التحديات الكبرى التي تعترض مسيرتنا الكفاحية النضالية من أجل الحرية والاستقلال. أعذرني قدورة، لم أسمع الجواب. يعني أنا أقدر لك كل ما تحدثت به وأثمن ما تتحدث به، ولكن هذا ليس بجواب. السؤال هو ما زال قائما، هل الأمور نضجت لكي يخرج 29 من هذا الشهر بتوافق، أم الأمور لا ما تزال بعيدة بين الطرفين؟ بعيدا عن الآمال والتأملات، قراءتك يعني لم يكن يعني سؤالك محدد بهذا الشكل، يعني على موضوع 29. أنت تعلم أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي صراع يعني ذو أبعاد كونية، وبالتالي هناك قوة دولية كثيرة ترغب في أن تمارس تدخلا، بل لعلها تمارس صراعا فيما بينها. نحن طبعا نرحب بأي جهد وأي مسعى من شأنه أن يساعدنا على التقارب وعلى بلورة صيغ مشتركة. يعني مسألة إن كنا نضجنا أم لم ننضج، نحن لدينا أوراق ووثائق وقعناها في الماضي، ويعني بمعنى إذا أردنا من خلال الورق أن نقرأ ما إذا كانت الظروف ناضجة، هي الظروف ناضجة منذ زمن وتوصلنا للاتفاقيات. لكن يعني يغيب عاملين هنا، العامل الأول الإرادة لتنفيذ ما اتفق عليه، وثانيا أن يتوفر أساس من الثقة في تعاملنا مع بعضنا بعضا، بحيث نتمكن من الانطلاق فورا إلى تنفيذ ما اتفق عليه. يعني ليست لدينا أزمة نصوص، بمعنى يعني حين نذهب إلى موسكو سنجد أن هناك مجموعة من الاتفاقيات قد أبرمناها ووقعناها وشهدنا عليها وعانقنا بعضنا بعضا، ولكن عدنا يعني وكأننا قد ذهبنا إلى هذا البلد أو ذاك من أجل استرضاء البلد وليس من أجل إرضاء الشعب الفلسطيني. لذلك يعني أنا آمل
طبعا آمل بأن نسمو فوق كثير من الجراح وأن نتعالى وأن يعني بلاش نتوصل لاتفاق جديد، على الأقل أن نراجع اتفاقياتنا الماضية ونجد طريقة أو آلية للبدء التدريجي في تنفيذ تلك الاتفاقيات.